السلام عليكم. فيديو سابق الاخراني اللي نزلته في اليوتيوب العنوان بتاعه من الوهلة الاولى الانسان اللي يتفرج او اللي يقرأ العنوان يقول لك ما عنده حتى علاقة بالشوديرات ممكن يزابيه، لكن فما ناس تفطنوا ليه. الفيديو حطيته تحت عنوان وفي السماء رزقكم وما توعدون، آية قرآنية من سورة الذريات، وفي السماء رزقكم وما توعدون. عطيت لمحة صغيرة على شخص اللي ما معناها تفيسخ عليا وتعديت حبيت نوصل له ميساج، لكن فما بعض الاخوه اتصلوا بيا حبوا يعرفوا باختصار شنو علاش عملت الموضوع هذاك للانسان اللي باش يعمل ريشيرش، وانما للمتابعين نتاع القناه دي حبيت نغير شويه ساعه ساعه نحكي بعض الطرائف وبعض الكوارث اللي تصير بعلاقه بالخدمه نتاعي او نتاعنا. السيد اتصلوا بيا بعض الاخوه حبوا من باب ممكن الفضول، الله اعلم كل انسان وشنية مبرراته، حب يعرف باختصار شديد علاش عملت الفيديو تحت العنوان هذاك وشنية تفاصيل. بالطبيعه مانيش نذكر انا الاسم ومانيش نذكر حتى شيء، اما كل ما في الامر الرجل سخفني تلمو سخفني ياسر، عطيت لمحه وصلت له مثال على خاطر هو متابع للقناة ومتابع جيد للقناة، حبيت نوصل مثال متابع دون ذكر اسمه ودون ذكر منطقة ودون ذكر كذا. سيد جاب لي شوديير للاتولي نتاعي، فهمنا على موطن معين، جاب شي يهزها، مجرد انا حطيتها في الكهرباء بكل ثقة انا هبطت المار وهو هرب يجري، وقسمته بالله هرب يجري، قعدت باهت مصدوم. بحذاك اليوم بحذايا شخص اخر قعدنا باهتين كيفاش تصرف التصرف هذاك. صحيح نعرف تليفونه لكن قعدت مصدوم، حبيت نوجه له رساله وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو عمل لك هيك رجل كبير والله فوق عمره يمكن 70 سنه، اذا كان مش اكثر والله 70 سنه كبير، عمل لي الفازه هذيك. بعثت له انا مساج قلت له والله قسمت بالله راك فرحتني كي عملت الشيء هذاك. هذاك هي الرسالة حبيت نوصلها. ناس كيفاش تخمم؟ أكيك خمم معطاه فكره باش يعمل الطريقة هذيك، كيما يتعدى الكيوسك يصب يعطي يطلب من عند السيد البومبيس باش يصب المازوت ولا الليسونس ويهرب. أنا عمل لي كيكة، أنا هبح حطيت له الشودير فوق الواحد في المال، هبطت الكبوت، أنا هبطت الكبوت نتاع الكهرباء ولا المال نتاع الكهرباء، هو هرب يجي صدمني. وجهت له رسالة، بعثت له رسالة قلت له راني فرحان ياسر 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 بالشيء اللي عملته، وراه ربي اكرمني ونعم عليا اترافير الوحده جيست اللي عملتها انت، وفي السماء رزقكم وما توعدون. سابق في علم ربي اللي رد بالك، راه اذا كان كتبت لك دينار ما نحيولكش، اكد يمكن الفلوس اللي كان باش يعطيهم لي مشاو لشراء اخرى. انا فرحان ياسر ياسر ياسر، هذه هي الميساج اللي حبيت نوصلها. تو نتعداو للميكروموتور اللي انت دخلت اول مره، دخلت تلوج على ميكروموتور ولا علاش الماء سخون يتخلط كي نحلوا الشوفاج ولا حاجه من النوع هذا، فهمتني؟ تعمل ابوني للقناه ماكش تندم، تتصل بيا اذا كان حاجه اي حاجه، معاونك واتساب تليفون هو 22 60 15 15 وواتساب. وكل انسان عنده بان ينجم يعمل فيديو قصير نتاع دقيقه دقيقه ونص يلخص معناها يحكي لي على البان نتاعو باش نكون هكاك ما تكون عمليه التواصل تسهل علينا الزوز. وبارك الله فيكم ورحمه الله بكم، كما قلنا نذكركم بالواتساب 50 76 20 31 مع اضافه 0216 بالنسبه لخارج تونس. والسلام عليكم، وتفضلوا توا نشوف مع بعضنا الفيديو بتاع ميكروموتور والا انسان يقول لك علاش نحب الماء السخون تسخن الجعبه بتاع الشوفاج. السلام عليكم. السلام عليكم. البان هذيا ما صورناش قبل، البان هذيا شاش مثل الشدير هذيا، الكليون كيحل الماء السخون يسخن له الشوفاج. يحل الماء السخون يسخن الشوفاج، من غير ما تحل الشوفاج، يحل الماء السخون يسخن له الشوفاج، باش نعرفوا تو نتبعوا مع بعضنا شنيا لاباري القطعة اللي إذن باش نبدلوها باش تتعدى الأمور كما هي. جول هذاك نحلوه باش نفرغوا الماء. نفرغوها مزيان، نفرغوها الماء
راح يضيب بالفانس هذاك الميكروموتور. ايه الفانس هنا باش نشوفه توا باش نكتشف الميكروموتور. ناحية الكترود بدك تطيح كابيس بدك عليه. لا 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 مش هكاك الجهاز. سلك البانس، سلك البانس على هكا يا هذيك. لا 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 عزيز كانت في البرجور هذيك. لا كانت ما هي الا البرجور بزوز هو هاي هاي صحيح. منك صحيح انك تبع تليفونك هل ياكل هل مسخون ولا الغاز محلول شو محلول اخيرا هذه هي القطعه اللي مسؤوله على حكايه كي واحد يقول لك راهو كي نحل المسخون يشعل شوفاج او يخدم شوفاج او يسخن الشعب. هذه اسمها كيت موتور. بدل لنا هذه في الموضوع ما تنسوش كما تعملوا ابوني القناه اللي تفرجوا اول مره. أقول لك